كابتن عمر، اهلا بيك في الجولد كوم. كلمنا عن اخر استعدادات منتخب مصر للتصفيات كاس العالم. يعني اول حاجه احنا لسه دخلنا المعسكر امبارح، كان قياسات و يعني نعمل في استاد بحيث ان احنا نبتدي نعرف الستارتنج بوينت بتاعتنا. النهارده كانت اول تمرينه الصبح، كانت تمرينه الحمد لله كويسه، ابتدينا يعني نحط النقط على الحروف ونثبت المفاهيم اللي كانت موجوده في الجولد الاولاني. احنا هنلعب طبعا في اول 17 جولد الثاني قدام نفس الفرق، السنغال، الكونغو، كينيا. الماتشات هتبقى هنا في مصر ان شاء الله في اسكندريه، فده ان شاء الله دافع كبير لينا ان احنا ان شاء الله نحاول ناخدهم. عندنا طبعا اول ماتش في السنغال هيبقى دافع كبير برضه لينا، لان احنا خسرنا الماتش اللي هناك على ارضهم، فان شاء الله الماتشات الثلاثه الجايين دول نطلع بيهم، وان شاء الله كده نبقى قطعنا شوط كبير في حلم الوصول لكاس العالم يعني ان شاء الله. احنا شفنا في بطولة افريقيا الاداء ما كانش كويس او تمام تخمص، فايه اللي اختلف من دلوقتي او اللي اتطور اللي يخلينا نبقى متفائلين اكتر بالوصول لكاس العالم؟ شايف فرصتنا اللي هي منتخب 2021 هو احنا ساعه بطولة افريقيا الصراحه يعني قابلنا شويه سوء حظ في كام اصابه كده في نفس المركز. انس اسامه اتصاب في اول ماتش، وبرده اظن افتكر هيثم ما كانش موجود معانا، فحصل لنا دروب شويه من الناحيه دي. انما يعني احنا السيستم اكيد بيبقى كل مدرب دي طريقه معينه وسيستم مختلف عن تاني. طبعا كابتن ماري ساعتها كنا برضو شغالين بشكل كويس وشكل محترم، بس زي ما قلت لك سوء الحظ في موضوع الاصابات ده هو اللي خلانا يعني بنسبه كبيره نخسر كذا لعيب في نفس المركز، فكان عاملين لنا شويه مشكله. انما احنا دلوقتي عندنا سيستم تاني، عندنا شغل تاني بنعمله، والهدف مختلف. انت ساعتها كنت بتلعب بطولة افريقيا، دلوقتي انت بتلعب تصفيات كاس عالم على كذا مرحلة. بطولة افريقيا انت لو خسرت ماتش في دور ال 16 و 8 انت بتطلع بره، انما هنا انت عمال بتجمع نقط عشان توصل لكاس العالم، فهي مختلفة شوية عن بعض. يمكن دلوقتي الحمد لله موجود برضو معانا عاصم، ما كانش موجود في بطولة افريقيا. انس برضو الحمد لله سليم، فهيكون ان شاء الله موجود، فان شاء الله الفريق يبقى كامل وان شاء الله يبقى لنا حظوظ كبيره ان احنا نوصل يعني لكاس العالم. نروح للزمالك شويه. ايه سر اخفاق السنه دي الزمالك في ان هو يحصد بطولات بعكس السنه اللي فاتت؟ الزمالك السنه اللي فاتت كان بطل الدوري والبال. ايه سر اخفاق في البال السنه دي خصوصا، وايه اللي اختلف من الزمالك عن السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ يعني مش بحب اتكلم في حاجه عدت خلاص، يعني هو للاسف كان موسم احنا اكتر ناس متضايقين ان احنا طلعنا، يعني لعبنا 5 أو 6 بطولات وطلعنا ما خدناش منهم حاجه. انما انا بالنسبه لي اللعيبه يعني على قد ما قدرت حاولت، بس كان في يعني كذا حاجه كده، يعني موضوع تغيير المدربين ده، المدرب الثاني بالذات ما كناش متوافقين معاه. المدرب الاولاني لما كان موجود كان انس لسه ما رجعش من الاصابه، المدرب الثاني ما توافقناش معاه، كان عندنا يعني الكيمستري ما بيننا وما بينه ما كانتش احسن حاجه. هو كان عنده اعتماد شويه اكبر على المحترفين، فاللعيبه المصريين ظلمت شويه معاه. انما يعني موسم عدى وما قدامناش غير ان احنا نركز في الموسم اللي جاي اللي هيبتدي ان شاء الله مع كابتن مرعي. عملنا طبعا كابتن مرعي بالنسبه لنا اضافه كبيره جدا، وانا شخصيا من الناس اللي كان نفسي اتمرن معاهم في نادي الزمالك، فان شاء الله ينقلنا الخبرات بتاعته ونبتدي بدايه جديده. عملنا برده الحمد لله كذا تدعيم، 3 تدعيمات لعيبه كبيره برده ان شاء الله هينضموا لنا. ان شاء الله الموسم الجاي يبقى نتائج مختلفه ومصالح جماهير يعني، ونعوضهم عن الموسم اللي عدى. شكرا.